واخوكم سيد علي. ان شاء الله النهارده هنشرح حاجه بسيطه. اول حاجه هنشرح فستان قط كم ساقط. يعني احنا بنجيب القماش نطبقه اربعه زي ما انتم شايفين، فبيبقى عرض القماش ده حوالي 37 سم ونص، فاحنا بناخده زي ما هو كده عرض ال 37 سم ونص، وبعد كده بننزل فتحه كم 23 سم غير الخياطه يعني 24 سم، بعد كده بنلفه بس بسيط. هي عايزه المقاس كام بقى؟ عايزه المقاس 120، وده شغل اونلاين يعني ده بيتباع. عايز اقول حاجه في الاونلاين بقى، الاونلاين ده بتشتغل على اكبر مقاس، ما تشتغلش على الجدول. ليه؟ لان في ناس كتيره جدا جدا بتبعت لك المقاس بالكيلو مش بالمقاس، بتبعته بالوزن مش بالكيلو، هتقول لك انا عايزاه البس 75 85 95، وده غلط جدا. ليه بقى؟ لان المقاس بالوزن ممكن يكون متوزع في حته غير الحته التانية، يعني ممكن يكون مقاس الصدر هو اللي اكبر، مقاس الهانش هو اللي اصغر، مقاس الوسط هو اللي مليان، الرجلين مليانه. فاذا موضوع المقاسات بالوزن غلط، فاحنا بنشتغل على اكبر مقاس، بنحدد جدول المقاسات بتاعتنا وبنشتغل على اكبر مقاس. طب افرض هو استلمته وطلع مقاس معين واسع من حته معينه تضيقها، لكن لو اشتغلت مثلا على مقاس الصدر مثلا وطلع الهانش اكبر بكتير، يعني احنا قلنا مثلا الصدر عن الهانش في جدول المقاسات بيفرق 8 سم، افرض طلع الفرق بينهم حوالي 12 سم مثلا. فاذا مقاس الصدر اللي انت اشتغلت عليه عشان تبيعه على الاونلاين، ماشي، مقاس الصدر اللي انت اشتغلت عليه عشان تبيعه على الاونلاين هيوصل لها مش مظبوط، فانت تشتغل على اكبر مقاس هي تقدر تقوله لك. يعني تقول مثلا مقاس الهانش مثلا اكبر مقاس، تقول انا على كده، عندها مقاس الصدر اكبر مقاس تشتغل عليه. في الساعه دي لما يوصل لها ويكون واسع سنه من عند الهانش او واسع سنه من عند الصدر، هي ايه؟ بتضيقه. طيب احنا عايزين ده طوله 140 سم، ده سهل خالص، طوله 140 سم. ثواني بس عشان البنك مش هيجيب. ادي ال 140 سم بتوعنا، وطبعا بنسيب سنتي خياطه من تحت وسنتي خياطه من فوق. ما دام بنعمل اونلاين يا جماعه ما بنسيبش اي زيادات والحاجات بتاعه التفصيل دي. هنا بقى بنيجي نحط نقطه بمقاس الستر 28 وسط 45 هانش 65، بعد كده بننزل من عند الست وبعدين نقسم الوسط، وبعد كده نطلع من عند الهانش اللي هو طلبته كام؟ طلبته 120 سم. خلي بالكم انا عملت ده 120 سم بالخياطات، ده هيصفصف على كام؟ على 116. طب ازاي عملته بمقاس اقل؟ عملته بمقاس اقل عشان في نسبه لكرة، وبعد كده بنزل على واسع زي ما هي طالبه واشتغل. بصوا بقى احنا عملنا ايه؟ هنا يا جماعه الكتف هيبقى 22، الحته الزياده دي اللي بيبقى اسمها كم الصائد، ده الموديل اللي نازل كده. خلي بالكم انا عندي ديزاينر بتقيس الحاجات دي اللي احنا بنعملها بايدينا، مش بتنزل صور وبعد كده تعملها، بتقيسها وتنزلها. فان شاء الله اول ما تنزلها هحطها لكم صوره على اول الفيديو عشان تشوفوها. يعني ما انا نزل على واسع اهو، لا مش نازل على واسع، احنا عملنا الجسم وبعدين نزلناه على واسع. معلش معايا الديزاينر فهي بتقول رايها يعني كده. عمل صدر وضهر، وعشان اقول لكم معلومه كمان، احنا لينا موقع على الانستجرام اسمه اوجيني اللي عايز يشتري حاجه، كل الشغل فيه اتفرجوا عليه وحاجات جميله جدا، وهحط لكم رابط الانستجرام بتاعه تحت الفيديو ان شاء الله. هنا بقى باخد الدوران بتاع الكوع، وخلي بالكم الرابط الانستجرام دوت اللي هيشوفه كل الشغل اللي فيه ان شاء الله شغل المحل، وبيتباع على الموقع ده بس. يعني اللي عايز الموقع ده، اللي عايز حاجه من دول بيدخل على الموقع ده بس. من ساعه ما قصيت بالخرز وهو مش عايز يشتغل حلو. بصوا عايز اقول لكم حاجه، الناس اللي هي بتقابل تخانات، احنا بنشتغل بنخلي المقص عدل، وشايفه ايدي بتمشي ازاي؟ بتمشي على قدام بس على الحرف، عشان لو ايدي واحد مش قادره تعمل. هنا بقى بروح مطلع دي منها، خلي بالكم احنا قصينا الاثنين رقبه واحده، طلعت واحده ورحت جاي عامل الرقبه اللي ايه؟ الاماميه. صح؟ تمام. ايه كده بقى؟